امبارح السيد رئيس في حفل تخرج كلية الشرطة كان في حوار مفتوح عقده مع طلاب الأكاديمية. الحوار تطرق لعدد كبير من القضايا، وكان منها سد النهضة، وكان منها عدد من ملفات السياسة الخارجية. كيف يعني أوصى السيد الرئيس الضباط الجدد المقبلين على يعني إمساك الحياة أو زمام الحياة الأمنية في مصر بفهم يعني ضرورة هذه الملفات؟ بص حضرتك، ما قاله السيد الرئيس بالأمس هو ممكن تعتبره رسالة طمأنة للشعب المصري فيما يتعلق بهذا الوضع المضطرب أو شديد الاضطراب. فيعني الرئيس قال بوضوح: سياستنا متوازنة معتدلة، مصر لا تتورط في أمور قد تؤثر على الأمن والاستقرار. اتكلم ايضا على الحجم الهائل من الشائعات، اتكلم على ما نختاره في او ما فقدناه من ايرادات في قناه السويس، وانا اتكلمت على الجزئيه دي. كل ده دي عناوين رئيسيه، لكن انا اظن ان المحور الرئيسي في كلام الرئيس امبارح هي الطمأنه ان مصر قادره تحمي نفسها، انها مصر خير وقويه. واكد الرئيس على حاجه بيكررها دائما، ان احنا ما دمنا ثابتين ومتحدين ومتمسكين ومتحملين لمسؤوليتنا فاحنا بخير وسنظل بخير. دي نقطه في منتهى الاهميه، هي قاعده ثبت يقينا ان هي يعني مفتاح اساسي لفهم الوضع في مصر من سنه 13. التضامن والتكاتف والثبات المصري والفهم العام و الوعي بالتهديدات وفكره التضامن بين كل القوى السياسيه والمجتمعيه هو ده اللي فوت فرص كثيره جدا على الذين كانوا يحلمون باشاعه عدم الاستقرار في مصر. امبارح في المائده كمان السيد رئيس اتكلم عن ملف السودان وملف الصومال، يعني هل شايف موقف مصر منهم ازاي يا فندم؟